قريبا من مواقع الهجمات تقع منصات اطلاق صواريخ الكاتيوشا، لكن الجديد الذي يقلب اوراق الاقتراب من الهدوء هو دخول اجواء العراق طائرات مسيره تصعد بها ايران من خلال ترسانه صاروخيه تمنح في يد فصائل مسلحه خارجه على القانون. اذا ولاول مره تتواجد منصات الصواريخ والطائرات المسيره فيما يتواجد زر الاطلاق والتحكم في ايران. يحذر اقليم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيه من مخاطر اتمام هذه الترسانه، سيما ان ايران لا تريد خوض تفاصيل المناقشه في ترسانتها ضمن محادثات فيينا، وهو ما يرجحه الواقع الامني الى ارتفاع موجات الضربات والهجمات الصاروخيه التي لن تثني ايران عند حد احترام سياده الدوله العراقيه. البنتاغون الذي أعلن مسبقا عن الاحتفاظ بحق الرد وتفعيل حق استخدام القوة الذي يمنحه الكونغرس للرئيس الأمريكي ربما قرأت الصورة على أنها تحول للمواجهة الشرسة بين قطبي نزاع دولي في الجانب الآخر الذي يتمتع بالدبلوماسية والتكتيك في إيقاف رحلة صاروخية جديدة تسعى الحكومة العراقية إلى التحكم بطائرة السياسة المستقرة وضبط الميليشيات المنفلتة يقول التقرير الصادر عن المعهد الدولي ان ايران تنتج عشرين نوعا من الصواريخ الى وكلائها في بلدان من بينها العراق لكن على ما يبدو ان صائده الطائرات المسيره لن تتوفر في الوقت الحاضر من خلال اداره امريكا الجديده التي لا يمكن البت في انها حازمه على ايقاف التمدد الايراني عند حدوده المشروعه